عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم يا أصدقاء؟ اليوم هو اليوم جمعة، حاليا في المدينة القديمة، ومن أمام سوق القطن. سوق القطن، أنا حاليا قدام الباب اللي بجانب خال العضلية، وبينتهي السوق. سوق القطن بأول سوق العطيرين وبآخر سوق الأضراع. طبعا راح أصوركم من داخل السوق قليلا، وراح أشرح بشكل مفصل إن شاء الله. يلا خلينا نشوف. طبعا هذا الشارع المؤدي إلى سوق القطن اللي بيجي من عند القلعة، وهي المدخل لسوق القطن. طبعا سوق القطن مثل ما ذكرنا من شوي ببلش من خال العضلية وبينتهي على أول سوق العطيرين وسوق الذراع، نهاية سوق الذراع. تمام. سوق القطن هو السوق اللي بيبيعوا فيه القطن، وبيتم معالجته هون وبيعه. طبعا القطن بيستخدموه مشان الفرش، الأسرة والمخدات مثل ما كلياتنا بنعرف. حاليا أنا بسوق القطن. طبعا يعد سوق القطن المحلات الموجودة حوالي 53 محل، 52 أو 53 محل. يا رب. المشكلة انه ما خرج اتقدم اكثر من هيك، لانه السوق مثل ما كنتم شايفين مدمر بالكامل. السوق مدمر في الكامل. طبعا اللي شايفين ورا التلة مباشرة، هذا السوق العطيرين اللي صورتنا عليه من فترة. سوق العطيرين اللي بيؤدي ل على اليمين تطلعوا على القلعة وسوق الزرب، وعلى اليسار تنزلوا على السقاطية. يا رب. هاي بنرجع كمان. هلا وراي هلا اللي قدامي انا رايح على خال العضلية. ما صورت قبل شوي كان بيروح على سوق العطيرين. شي محزن، خراب محزن ومؤسف للغاية. يا شباب شيء محزن والله العظيم. المدينة الأثرية اللي عمرها آلاف السنين. طبعا مثل ما شفنا يا اصدقاء، سوق القطن حاليا ان شاء الله قريبا راح اصور في الجلوم، منطقة الجلوم، وراح اصور في مناطق تانية. طبعا اذا كنت جديد، اللي عم تابعني جديد، لا تنسى سبسكرايب، لا تنسى دعم القناة، وتنسى الكومنت شير لايك. لا تنسونا من الدعاء والدعم للقناة يا اصدقاء. دمتم سالمين غانمين، نقول للجميع جمعة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.